هذا البرنامج برعاية سيدة على بالنا متفاهمين. وردة سرها المحبة. عسلامة ومرحبا بكم بحذانا في الكوجينة. اليوم معايا إسلام. إسلام مرحبا بك مرة أخرى بحذانا. باش نعملو نواصر على قاعدة صحيحة. أي أعطينا ساعة مكونات النواصر. باكو نواصر هاي أخذينا هوني وردة سافر دو لاني أون بلوس. أي يستحقو باش نعملوها بالدجاج. أنا حمص بطاطا سفنيرية بصل فلفل ولفحات كركم وفلفل زينه تبلو كاويه ملح وفلفل اكحل. حط لي شويه قرفه. نحط لها شويه قرفه راهو زين باش يحطوا لها القرفه. ما هو اللي ما يحبش اللي ما يحبش هي باش باش نبداو بالنواصر نتاعنا. كما تعرف النواصر لازم نبلوها بالقدا بالزيت بيان سور باش كل كعبه ما تلصقش في اختها. مغرومه بها ياسر انا النواصر. نحلك الماء على الكسكاس. اي نحلك النار على الماء نتاع الكسكاس. فوالا النواصر لازم تعمل باليد باش تدخل كلها في وسط بعضها. سيرتو تتاكد ان كل كعبه تبلد كلها بالزيت. ما عيط لها ولدي المقرونة كرويت. تشبه المقرونة ما عندها جو سبيسيال. المطعم تاعها وحده. قولي شنو نحط لك الفحات خلي مادامك انت نزلت. لكن لها شوية ملح ولا ليه؟ ما تحط لها حتى شيء. نملح بالكدا الصوص نتاعي ومن بعد كي نسقيها تجيب الكدا. دونك نحطها ديريكتومون. في التفاور لو طون يخسر. أوب نخسر منها حتى شيء. غسات سهلة تراوها زمنية ومتاعنا وإحنا مكلتنا فيها حاجة باهية تركبها وتنساها. دونك النواصر تقعد تفور على راحتها وتوا باش نحضروا الصوص اللي هي نحط لك النار الزيتولينة. نحطو كونتيتي باهية نتاع الزيت باش تمرقلنا خاطر نواصل. باهي فوالا يزي هكا. بصل باهي نحطو معاه شوية ملح. تو استناوه يغني شويه. اي يذبي نحطوا الدجاج. هذوما نواصر نتاع زوج من الناس.
كعبتين دقيق، طنجرة صغيرة، شوية نواصر. حطوا كل شيء ما بعده الحمص. لك أنت تحط كل شيء. أي. الدجاج والحمص، حطوا ال. الطماطم المعجونة. نعم. مغرفة طماطم معجونة. جودة مغرفتي. مغرفتي. لك. والهيسة باش تجينا حارة. واللفاحات نتاعنا. اللفاحات تو باش نحطوا كركم. شوية كركم خاطر حابة تجيني حمرا بالكدا. وأنا بالعكس النواصر نحبها زهرة شوية. حبيش ياسر. تحبيش تشبه المقرونة معناها. نو نو ما نحبيش تشبه المقرونة بالكل. أوكي نزيدوا الكركم. فوالا. تيبل كروية. شوية تيبل شوية كروية. الفلفل الاخضر نخليوه في الاخر. في الاخر بالكل باش يقعد حي. شوية مي. توا باش نمرقو. بتشيشة مي. ونخليوها. نخليوها تيب الصوص نتاعنا. من بعد باش نحطولها السفنارية والبطاطا. السفنارية قبل البطاطا، تاخذ وقت أكثر في التيب من البطاطا. عندك الحق. نجم نحطوها توا السفنارية. فازي حط مي السفنارية. والبطاطا في الاخر بالكل وكزوز فلفل هذوك هذوكم يجيو مقليين. راني حضرت لك المقله تقليلي الزوز جرينيت فلفل خاطر انا الحقيقه النواصر والكسكسي والحاجات هذوما التوانسه الكل نحبهم كي يبداو محرحرين معاهم كما تقول مفيده جرين فلفل ملطوخ. اونتخو تون باش نعمل ان بتي ديسير رابيد كعبه دناو اللي هي ديجا بوار وبيش باش نحط كعبه دناو. شوفوا مليح كيفاش ثلاثه مكونات باش نعملوا حاجه بنينه وسهله. كعبه بنان باش نخثرها شويه على التختي فري. وي ينجح مليح في المشروبات راهو ما خموش فيه امرا. احنا ولينا استنسنا ولينا جبونات نعملوا بهم دي جاتو نعملوا بهم برشا حاجات حلوه دونك خاطرهم نوتخ ما فيهمش برشا ملح دونك هوني باش نزيدهم باش يعطينا دو لا تيكستور باش يعطينا هاك اللونكتوزيتي هذيك نتاع جبن مغرفه تختي فري وشكاره سكر فاني نتاع فانواز. المشروب نتاعي احضر عندي الكاس نتاعي هذايا سامباتيك ديما نشيخ عليهم الزيت هذوما نعبيه وهكا يجيني بين الليت بول والجو يجي في فطور الصباح للصغيرات يجي غوتي في كل شيء ريت كي يروحوا من الروضه باغ اكزومبل ماذا بينا ياخذوا شويه جبن شويه غله هما ديريكتومون يمشيو كان للحاجات اللي ياسر حلوه بهكا يشربوا الدناو ويكملوا ياخذوا شويه جبن شويه غله حاجه بنينه وصحيه للصغيرات الكل. اونتخو تون النواصر نتاعنا قاعده تيب الفلفل نحلوه شويه ملح شويه فلفل اكحل ونغطسوه في الزيت ومن بعد نتلاقاو بعد فاصل صغير. مازلتوا بحذنا في الكوجينه ريحه النواصر البنينه خرجت دونك حاجه برك مرحله برك رتيتوها اللي هي سقيناها شويه النواصر باك الصوص نتاعها اما سينو ما رتيتو حتى شيء. هكا ولا؟ اي دونك سي بون ديجا تفورت. اي تفورت مليح. تو باش نحطوها في البول نتاعنا. هلا يعطيك الصحة. ونسقيوها بك الصوص البنينة نتاعها اللي بالدجاج وكل شيء. أوبا راني بعد عليك هذوما اخدم على روحك. جيت مشخشخة بالزيت.
باش ياسر ياسر مسقية. تشرب هي. الكسكسي داير. فما شكون يدخلها من بعد للفوق تتجمع. اي بيان سور. اي. شيخ عليها كي تبدا هكا محروقة على جنب. أنا الحقيقة مريتها كان في تونس المعاصر المقرونة هذه المربعة مريتها كان في تونس، انتوما كان تعرفوا زادة جهات أخرى في العالم هما زادة عندهم دي غوسات بالمقرونة هذه بالنواصر نتاعنا المربعة، ولكن اخترعتوا دي غوسات توا نخمم فيها، لازمني نخمم على غوسات باش نستعمل بطريقة أخرى النواصر هذه خاطر ما نعرفوها كان بالغوسات الوحيدة نتاع النواصر نتاعنا، وهي بنينة الحقيقة وتبدا ديما التوانسة الكل ظهر لي في التوب 5 نتاع الاكلات المفضله نتاعهم مع الكارتيج مع حويجات كيما هكا تلقى النواصر. انا ماذا بيا نعرف اسكو نجمو نستعملوها بطريقه اخرى هكا مش خشخه بالفيك. زعما تجي تقول انت زعما بالفيك كيما نعملوا الرز وكيما نعملوا الكسكسي. علاش لا؟ جربوا. باهي يعطيك الصحة. توا اك الدجاج واك الخضرة. هيك عليك. يعطيك الصحة، قرين فلفل حار مقلي يعمل الكيف، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو اسلام على حضورك معنا وعلى البارتاج نتاعك ولحبك للكوجينة، ميرسي لكم انتم اللي تتفرجوا فينا، اقعدوا ديما هكايا تعاونونا في لي روسيت، تفاعلوا معنا على الباج فيسبوك الكوجينة يا جماعة، نهاركم طيب، باي باي وشاية طيبة. هذا البرنامج برعاية سيدة عالبنة متفاهمين. وردة سرها المحبة.